رمضان لا بشامل كل الجمهورية، افتتحنا أغلب المحافظات، وإن شاء الله قبل نهاية بداية شهر رمضان بإذن الله هيكون غطينا كل الجمهورية. أهلا رمضان بنشارك للمرة الخامسة السنة دي، طبعا تعذر إقامته العام الماضي لظروف كورونا، بس السنة دي احنا بشكل كبير موجودين مع المحافظات. عندنا معرض أهل رمضان، أرض المعارض هنا عندنا تقريبا 2000 عارض، عندنا شارع فيصل في محافظة الجيزة عندنا 200 عارض، عندنا القليوبية، عندنا سوهاج، وعندنا كفر الشيخ والمنصورة. كل دي احنا بنعتبر هنا ملتقى التجار مشاركين بجميع السلع الغذائية الاستراتيجية أساسا السكر، وبعد كده أسعار مخفضة، الأسعار بتتراوح التخفيضات من 18-28%، السكر بنبيعه 8 وربع، الدقيق ب7، الرز من 7-7.5 حسب درجة الكاس، 10% ب7 جنيه، 5% نسبة الكاس ب7.5. بالنسبة للسلع الزيت ب17 جنيه، سمنة ب17 وربع، الصلصة بنبيعها ب4.5، بالإضافة إن الدواجن موجودة متوفرة، الكيلو ب30 جنيه. معرض أهل رمضان بقاعة المؤتمر بمدينة نصر ده يعتبر المعرض الرئيسي اللي بدأ من يوم 4 ليوم 12 أبريل، بجانب 27 معرض رئيسي في كل محافظة، بجانب المعارض والسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، واللي وصلنا 2100 فرع دلوقتي. نتكلم على المعرض النهارده، زي ما انت شايف فيه اقبال شديد جدا نتيجه الدراسه والمعروضات والتخفيضات الحقيقيه والرقابه على السلع. وحضرتك واقف قسم اللحوم والدواجن دلوقتي تابع لوزاره التموين الشركه القابضه، اللحوم المعروضه ب 85 جنيه لحوم سناني بلدي، لحوم برازيلي ب 65 جنيه، وعندنا الفراخ ب 30 جنيه، ولو انتقلنا لقسم الاسماك هتلاقي السمك البلطي ب 22 و25، وفي عندنا بوري ب 55. منتجات الكواليتي بتاعها عالي جدا، وفي منتجات بتاعت الكواليتي بتاعها متوسط حسب الناس. الاسعار متفاوته مع كل الناس، اسعار كلها بتاعت مش رمضان كلها كويسه، الزيوت كويسه، الجبن كويسه، كل دي اسعار كويسه، ودي مصلحه المواطن نفسه. المعرض جميل جدا، ويا ريت الناس تيجي تاخد احتياجاتها. احنا متعودين على فكره ان احنا نيجي المعرض كل سنه في جميع الاسعار، يعني المتفاوته، الحاجات الرخيص في الغالي، في انواع كل ما يلزم رمضان، كل ما يلزم السوق، كل ما يلزم البيت المصري. اشتريت جبنه واشتريت فول واشتريت زيت ولسه يعني بجيب حاجات تانية كتير. جوده طبعا، حاجه منتج جديد والاسعار كويسه جدا جدا جدا. المعرض حاجه كويسه جدا، وكل اللي انت تلاقيه فيه شامل كل احتياجات البيت، وبالنسبه للظروف بتاعت رمضان واحتياجات في رمضان، والاسعار هنا ممتازه وكويسه جدا ومعقوله قوي 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 عن بره. احنا بنيجي هنا كل سنه يعني، وحلو، بس يعني السنه دي انا حاسه ان الدنيا هاديه يعني كده، مش زي السنه اللي فاتت، وفي كل حاجه الحمد لله، في كل حاجه تخص البيت والاسره، يعني مش هيتعذبوا بره ان هم ياخدوا يعني من كذا مكان، هنا في كل حاجه في مكان واحد. بلاقي كل حاجتي، وانا بقى يعني بحب اجي لان في كل حاجه، والحاجه كويسه ما شاء الله، اسعارها جميله. كل سنه طيبين، والله معرض كله حاجات رخيصه حلوه.